اوكي، العقرب حالته عامله ازاي دلوقتي؟ حاسس بايه؟ ايه وضعه؟ عنده الشمس، وده بقى اقوى كمان من النجم. الشمس اكبر حاجه في الكون، يعني في المجره بتاعتنا الشمس. بمعنى يمكن العقرب يكون عنده بدايه جديده، الشمس بتوحي بالبدايات الجديده، يوم جديد، مرحله جديده، ومتفائل جدا وحاسس ان هو فرحان ومبسوط ومطمن. ده طفل بص بيلعب، قلع هدومه وبيلعب جوه سور ورا سور. السور بمعنى الحمايه، حاسس ان هو في امان، بيلعب في حته ما فيهاش ريسك، حاسس بامان. فده مديله راحه نفسيه حلوه جدا، طاقه ما شاء الله جميله جدا جدا، منور منور. العقرب منور. بس خلينا نقول ان العقرب زيه زي الحوت والسرطان، من ابراج المقايه. فخلينا نقول ان احنا بنقفر في كل حاجه، احنا نفرح، نفرح قوي 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 قوي، نزعل، نزعل جدا جدا. وساعات والعقرب بالذات عنده حته ال بيسموها المجازفه، بيجازف ساعات وكانه ما بيعملش حاجه. يعني انا بشوف ابني فعلا كده، وعندي جدي وعندي العقرب، ابني الصغير ده ممكن ينط يعني ارتفاعات عاليه جدا ولا كانه بيعمل حاجه. يا ابني هتقع، يا ابني فعلا في اللي انت بتعمله ده خطر. مبسوط، فرحان جدا. اخوه الناحيه الثانيه اللي كانت مش كده خالص، لا حذر ومخلي باله، وشوفوا الفرق. الاثنين اخواته الاثنين يعني يشوف اخوه مثلا يتشجع، لا ما يتشجعش، انا ما اعملش كده، حذر. العقرب مش حذر، وساعات بيضلل نفسه ان هو في امان، ممكن يكون في الحقيقه مش امان. وهو على فكره من جواه بيبقى عارف ان هو بياخد ريسك، بس بيحاول ان هو يبين لا انا تمام وانا في امان وعادي جدا، اللي انا بعمله ده كويس جدا وصح وما فيش اي خطوره. تمام؟ ليه بقول لكم كده؟ لان شايفه العقرب نفسه في ايه؟ نفسه يوقف شويه، نوقف شويه، يعني نهدى شويه، نستنى، نصبر، على الاقل نشوف نتائج. يعني لو انت مثلا ابتديت حاجه جديده ما تخشش بتقلك قوي كده، استنى، جرب، تست ذا ووترز، تست، شوف النتيجه هتطلع ازاي، فانت تكمل او ما كملش. بلاش ترمي نفسك بالشكل ده، بالراحه، وحاول ان انت فعلا الاشاره اللي جواك اللي عماله تقول لك هولد يور هورسز، استنى شويه، اسمع لها، حاول تستنى شويه. بلاش الحماس يخليك ترتكب اخطاء. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج العقرب؟ بصوا المساعدات جايه لك ازاي؟ لا اقلق، لا اقلق، وحاول تفريز شويه. السيفين دول علامه اكس، اقف اقف ستوب. يعني اللي داخل مثلا في مشروع جديد، اللي مثلا بيفكر ان هو يسيب شغله عشان يعمل حاجه ثانيه، ويت، استنى، ما تتحركش، استنى، لازم تعمل اختبارات كتير جدا قبل لما تكمل في اللي انت بتعمله ده. ايا كان بقى، بتغير شغلك، بتغير مكانك، بتغير سكنك، بتتعامل يعني داخل علاقه جديده، نهدى شويه. وكمان بيخش العلاقات الجديده، ياه ده ايه الجمال ده؟ ده انا ما شفتش كده في حياتي. وياخد بقى يعني ممكن يخش الجواز، يتجوز، وهو لسه مش عارف الشخص ده اصلا مين، يبص يلاقي نفسه في الاخر ايه اللي انا عملته ده. فأي حاجة جديدة العقرب داخل عليها دلوقتي ومتفائل بيها قوي، فرحان بيها قوي كده، لا اتقل شوية، استنى. كويس؟ إيه التحديات والحاجات اللي بتضرك يا عقرب؟ بص، السرعة، الحماس الزايد، الحماس الزايد، بالراحة، لا فرمل نفسك، تعرف تفرمل نفسك، استنى شوية، ما تاخدش اكشن وتبتدي تعمل حاجات فعلا ممكن تضرك. بصوا النتيجة اللي ممكن يحصل لو الطاقة فضلت بالشكل ده، مش ممكن، مش ممكن السيناريو. جاستس، في اما الموضوع الجاستس، ناخد الكارت بمعناه الحرفي، انه مشكلة قضائية، تمام، او ظلم، بتظلم حد
او بتظلم نفسك ايا كان الظلم، في حاجه غلط بتحصل، في ميزان مش معدول بيحصل عندك لو انت استمريت بالشكل ده. البدايه جايه لك منين؟ اهي بدايه جديده. الله الحلاوه دي، الجمال ده، ده انا لازم ادوس جدا و... لا 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 ويت، استنى، تيك يور تايم، اختبر الاول، اختبر الميه ساقعه ولا مش ساقعه، نط ولا ما نطش، مش تنط على طول وبعد كده ابقى اشوف. تمام. طيب دي القراءه العامه لبرج العقرب. تعالوا نشوف صحيا اخباره ايه، مع ان كارت الشمس من دلالات ان الصحه ما شاء الله كويسه جدا، وانا شايفه من العفرطه اللي انت متعفرطها دي انه عندك الصحيه ممكن تكون كويسه. طيب الحاله الصحيه عند برج الميزان، سوري العقرب، لا هي مش فظيعه على فكره، بس العقرب متحامل على نفسه، يعني تعبان، ممكن يكون في حاجات تعباه جسمانيا ومع ذلك مكمل كانه ما عندوش اي مشاكل. لا انتبه لصحتك، لو في حاجه بتشتكي منها بليز ابتدي شوف ممكن تعالجها ازاي او تظبطها ازاي. وده كمان يعني اكيد صحتك العقليه وتركيزك هيكون احسن لو مفيش حاجه بتعاني منها. ممكن تكون في الم في الظهر عند برج العقرب، وشايفه يعني ممكن كمان الرجلين، يعني في حاله لا صحيا العقرب مش افظع حاجه، لكنه لا انا تمام انا زي الفل ومكمل عادي خالص كان انا فل، لا ما فيهاش حاجه، لا فيك وحاول تنتبه للموضوع. طيب ماديا اخبار العقرب ايه؟ اوكي لا مش شايفه ان الحاله الماديه برضو كويسه، وشايفه انه الماده عندك بتتحسد يا برج العقرب. برضو من الحاجات اللي بشكل من اشكال الاندفاع هو طبعا، يعني طبعا لازم نقول النعم اللي عندنا ويعني نصرح بيها، والحاجات دي طبعا كويسه وكل حاجه، بس زي ما قلت لكم الابراج المائيه عندها افوره في كل حاجه. الحاجة اللي تبقى قد كده انا عندي وعندي 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 وهو ما عندوش حاجة. هو الحقيقة الموضوع مش كده، بس هو بيأوفر في كل حاجة، فانت محسود في الحالة المادية برج العقرب. والحسد ده ممكن يكون شكله عامل ازاي، انه مثلا ما فيش بركة، يعني تلاقي الحب الفلوس مثلا جت طارت وانت مش عارف راحت فين، فاستعيذ من الشيطان كده. قول طبعا كل حاجة بس بلاش أفوار. أخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. بلاش بقى نعم نقعد نقول لا ده انا رهيب، ده انا فظيع، ده انا ما شفتش حاجه بالحلاوه دي قبل كده. لا حاولوا ان انتم تحصنوا نفسكم ضد الحسد، لان فعلا في عندكم طاقه حسد بالنسبه للماده. اوكي العقرب حالته عامله ازاي عاطفيا؟ انا شايفه ان القراءه حلوه، شكلها ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. حالته عامله ازاي العقرب؟ لو صوت الميوزك عالي حبايبي قولوا لي، انا حاساه عالي. العقرب حالته عامله ازاي؟ انا شايف ان هو مفتخر قوي بالعلاقه اللي هو فيها، حاسس ان هو او ماي جاد، انا معايا مثلا شريك فظيع، احنا العلاقه بتاعتنا جميله جدا، حاسس بالفخر، حاسس ان هو زي ما تقولوا خارج من حرب ومعاه غنايم كتير بقى ومنتصر، فشايف ان هو كسب شريكه وان هي حاجه بالنسبه له زي ما تقولوا فعلا حرب وكسب، بيفتخر بيه. يمكن يكون شريكه حصل عنده حاجه والعقرب مفتخر بيه، او ممكن يكون بيتعامل معاه بطريقه كويسه فالعقرب يعني ممتن ومبسوط. طيب شريك العقرب عامل ازاي؟ شايف ان هو برضو راضي جدا ومبسوط جدا. النبي يا جماعه قولوا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله لو دي الكيس، يعني لان شايفه بعدين الموضوع بيتغير او ممكن يكون اتغير بالفعل عند ناس معينه. عمال يقول الحمد لله حاله رضا ومبسوط واخر انسجام، مفيش بعد كده. تمام؟ لو العلاقه دي لسه ما وصلتش لعلاقه يعني رسميه او جواز رسمي او ارتباط رسمي عند العقرب، فالعقرب عايز يعمل ده كومنت التزام خلاص، وان الموضوع ياخد شكل رسمي ورسم نظمي. تمام؟ اتفاق نحو المستقبل. كويس؟ شريك
العقرب نفسه في ايه؟ يعني خلينا برضو نقول الحاجة التانية، انه عايز يعمل برضو اتفاق مع شريكه انه يعملوا حاجة نحو المستقبل. وخلي بالكم الحاجة دي كبيرة مش حاجة صغيرة، يعني مثلا ان يغيروا مثلا المكان اللي هم عايشين فيه، يغيروا البلد، في حاجة عايز شريكه يوافقوا عليها وايه ويعملوها مع بعض، والحاجة دي حاجة ممتدة المفعول او بعيدة المدى، هيكون تأثيرها بعيد المدى، مش حاجة هتأثر علينا شهر ولا شهرين، لا حاجة بعيدة قوي. شريكك يا برج القوس مش منسجم قوي من الموضوع ده، وقلقان وحابب وحاسس ان هو الخطوة دي مش صح، وقلقان منها جدا، وعايز يفضل في مكانه ما يتحركش. تمام؟ طيب العقرب شايف شريكه ازاي؟ نايت اوف بنتكلز، فارس، حاجة يعني كويسة جدا، لو هو رجل حاجة يعني ما شاء الله، وفعلا مفتخر بيه، عنده مسؤولية، بيشيل مسؤوليات كويس، والدنيا ما شاء الله شيء ماشي حلو جدا. لو هي يعني الشريك البنت، فالعقرب شايف ان هي بنت برضه تتحمل مسؤولية، معتمدة على نفسها، تفكيرها حلو جدا، حاجة يعني فعلا جميلة. طيب شريكك بقى يا عقرب شايفك ازاي؟ انت ليك تأثير عليه قوي جدا جدا، هو يعني قدامك بيحس ان هو منعدم، يعني مسلوب الإرادة، مش قادر ان هو يقول لك لا، مش عايز يزعلك، حابب ان هو يرضيك، فانت ليك اليد العليا عليه، انت اللي بتسيطر، او مش مسيطر بشكل فيه يعني عنف، لا انت مسيطر بحب، بدلع، بحاجة جميلة جدا، فهو مستسلم لك تماما، بس هو قلقان. لو انتوا فعلا برج العقرب ناويين تعملوا حاجة هيبقى الشوط بتاعها طويل كده، حاول يعني تسمع لشريكك شوية، وامشوا ماسكين ايدين بعض، ما تبقاش انت السابق وهو ماشي وراك، امشوا جنب بعض. الطاقة ما بين العقرب وشريكه شايفة ان فيها ما شاء الله وفرة في حاجات كتير قوي، لو هي مشاعر، في حالة مشاعر جامدة جدا وحلوة جدا، تجمعات عائلية، احتفالات، حاجة جميلة جدا، الطاقة ما بينكم كويسة so far. بعدين شايفة في حالة upside down، في هنا خناقة كبيرة ما هي صغيرة، او خلينا نقول هي خناقة بس ناس كتير بتتكلم، ناس كتير بيتدخلوا في الموضوع. خلينا نقول كمان مش لازم تكون خناقة، ممكن تكون عقبات، ممكن تكون شوية عراقيل واقفة قدام العلاقة بتاعتكم، او بيواجهها العقرب دلوقتي مع شريكه. بس على الاغلب لا، في خطأ حصل، وانا يعني اكاد اجزم ان الخطأ ده من العقرب. تمام؟ في مشادة شايفة بيحصل، وناس بتتدخل اللي بيحصل ده، وكل واحد بقى عمال ايه يفتي او يقول اللي عنده، ومحدش فاهم حاجة ومش سامعين بعض. زي ما قلنا ده ممكن يكون حصل بالفعل او لسه هيحصل عند ناس. فلو هو لسه ما حصلش عند ناس حلو جدا، لو لسه ما حصلش عند ناس نحب نتجنب الكارت ده. لو حصل لا قدر الله اي اختلاف وجهات نظر او خطأ حصل ودوارد ما بين العقرب وشريكه، يا ريت ما تدخلوش حد خالص، لان تدخل حد مع في الموضوع ده مش هيساعد تماما، بل بالعكس هيسوء المشكله اكتر. حصل طيب، نحاول ان احنا نتفاهم مع بعض لوحدنا من غير ما حد يكون يدخل في العلاقه خالص. هنا فعلا لا يا جماعه مش مسجل، هو فعلا في حاجه الصوت سابق فيها، يعني هو علق كده في حته في الاول، بس ما فيش حاجه بايدي اعملها، لو عملت حاجه هقفل اللايف خالص، ومش عايزه الدنيا تتدربك كده، معلش استحملوا الموضوع ده شويه يا رب، وهو مسجل ما يبقاش في المشكله دي. طيب الشهر اللي بعده الخناقه دي مطوله على فكره، يعني هي والله اعلم طبعا يا رب تخلص على طول، بس اللي انا شايفاه ان لحد برضو شهر 6 في حاله مكابره، انه لو ما غلطتش انت الغلطان، لا انا ما حصليش حاجه، او لا انا مش متاثر، يعني زعلانين ممكن يكونوا ما بيتكلموش، بس كل واحد بيبين هو لا انا تمام وهو مش تمام خالص. تمام؟
الشهر اللي بعده والله اعلم، يا رب يكون ده صوت عقل شويه، في حكمه، the hermit بتوحي بالحكمه، انه نبتدي نسمع صوت الحكمه شويه، نبتدي نفكر. ده واحد ماشي بفانوس موري له حاجه صغيره قوي وهو بيمشي بالراحه خطوه خطوه كده في نطاق النور اللي قدامه، فده شكل من اشكال الرزانه كده والحكمه في الموضوع، نبتدي نحكم العقل شويه، او بيوعي بانسحاب انه يعني لا مكملين في حته ان هو ما بنتكلمش، زعلانين من بعض. طيب واضح فيه يا جماعه، ناس بتبقى قابله للحسد اكتر من ناس تانية، تمام؟ في ناس ما شاء الله يعني ما بيتحسوش، او ما في ناس كده، وفي ناس من اقل حاجه اقل حاجه بيتحسدوا جامد. فنركز شويه في باي باي يا حبيبه قلبي، باي باي. لو انت عارف نفسك، كل واحد بيبقى عارف نفسه، لو انت من النوع اللي بتحسد بسرعه بلاش بقى كلام. يعني انا شايفه ان يمكن الفتره اللي فاتت وممكن تكون لسه مكمله مع العقرب ان شاء الله تكمل، كانت حلوه جدا ومبسوطين وفخورين ببعض وحاجه ما شاء الله جميله جدا. ايه اللي حصل بعدين؟ اسكت، بلاش تقول انا الدنيا عندي واو، انا فظيع، انا عندي احسن شريك في الدنيا، بلاش. ضايقوا عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. الحمد لله الدنيا تمام، ما قلتش حاجه يعني، مش لازم، مش بقول لك تقول العكس مثلا ان في مشاكل او حاجه، لا، بس بلاش افوره علشان ممكن يكون اللي حصل ده مجرد حسد مش اكتر. اوكي تعالوا نشوف الناس اللي انفصلوا، شايفه في الكومنتات الناس اللي انفصلوا بالفعل من برج العقرب في رجوع ولا لا؟ الناس اللي انفصلوا من برج العقرب ان شاء الله في رجوع. يعني بصوا الحاجات اللي بيبقى فيها شغال، ميرسي فيكتوريا، الحاجات القرارات اللي بتتاخد بسرعه دي كده من غير تفكير او بتتاخد بشكل انفعالي، دي دايما بيكون فيها رجعه، ده اللي انا شايفاه. شغال حلو قوي، ثانك يو فاطمه. فلا ان شاء الله شايفه في رجوع باذن الله. وبالنسبه للناس اللي سالوني برضو السناجل في علاقه جديده ولا لا، طيب انا شايفه انه يعني لا، حاجه جديده لا، هو لازم تكون حاجه قائمه بالفعل، ما فيش مفاجآت يعني من ناحيه الموضوع ده، بس العقرب تمام يعني مبسوط مبسوط بحالته كده، مش حاسس ان هو ناقصه حاجه يعني. كروت الحكمة بتنصحكم بإيه يا برج العقرب؟ بلست، جميل جدا. بلست يعني مبارك، شخص مبارك، يعني في 22، ثانية واحدة،